قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار. إليكم مشاهدين أهم عناوين أخبار اليوم. لاعبان بارزان يغيبان عن مباراة المنتخب المغربي أمام البيرو. لاعب المنتخب البرازيلي يفاجئنا وليد ركراكي بهدية مميزة. مباراة المنتخب المغربي ضد البيرو مهددة بالإلغاء بسبب بعض اللاعبين البيروفيين. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل ما تنساش تدير جيم الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار. لاعبان بارزان يغيبان عن مباراة المنتخب المغربي أمام البيرو. أكد وليد ركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي رسميا غياب الثنائي أشرف حكيمي وعز الدين أناحي عن مواجهة الأسد والبيرو اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإسبانية مدريد. وقال ركراكي في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة المنتخب المغربي والبيرو إنه لا يريد المخاطرة باللاعب أناحي بعد إصابته أمام البرازيل، بالإضافة إلى حكيمي لكي لا تتفاقم إصابته وينتهي موسمه. وأشار ركراكي إلى أن مجموعة من اللاعبين يفتقدون الطروة البدنية، الأمر الذي سيدفعه إلى إجراء بعض التغييرات على التشكيلة التي لعبت مباراة البرازيل. وشدد ركراكي خلال الندوة الصحفية أنه لا يريد القيام بمجموعة من التغييرات على التشكيلة، لكن الحصة التدريبية الأخيرة ستحسم اختياراته النهائية لمواجهة البيرو. يشار إلى أن المنتخب المغربي سيواجه اليوم الثلاثاء المنتخب البيروفي بداية من الساعة 7:30 مساء بتوقيت المملكة المغربية على أرضية ملعب واندا متروبوليتانو بمدريد. لاعب منتخب البرازيل يفاجئنا وليد ركراكي بهدية ثمينة. قدم لاعب المنتخب البرازيلي لكرة القدم هدية خاصة لوليد ركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي بعد المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي وديا برسم استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. وسلم يوسف حيجوب وكيل المباريات المعتمد لدى الفيفا والشركة المكلفة بتنظيم المباراتين الوديتين للأسود، سلم للناخب الوطني وليد ركراكي قميص المنتخب البرازيلي يحمل توقيع جميع لاعبي البرازيل كهدية منهم لوليد ركراكي. تجدر الإشارة إلى أن المباراة بين المنتخبين انتهت لصالح الأسود بنتيجة هدفين مقابل واحد على أرضية الملعب الكبير لمدينة طنجة. مباراة المنتخب المغربي ضد البيرو مهددة بالإلغاء بسبب بعض اللاعبين البيروفيين. تعرض لاعب المنتخب البيروفي للضرب من قبل الشرطة الإسبانية. تعرض لاعب منتخب البيرو للضرب من قبل الشرطة الإسبانية وذلك أمام فندق إقامتهم بعدما نزل اللاعب لإلقاء التحية على الجماهير البيروفية التي قدمت لدعم اللاعبين قبل مواجهة الأسود اليوم الثلاثاء. وتعود أحداث الاعتداء الذي تعرض له لاعب المنتخب البيروفي بعدما تجمهرت العديد من الجماهير البيروفية قرب فندق إقامة المنتخب من أجل تهيئة اللاعبين ودعمهم بحكم تواجد جالية كبيرة في إسبانيا. وقامت الشرطة الإسبانية باستعمال القوة من أجل تفريق الجماهير المتجمهرة قبل أن تقوم بضرب أعضاء منتخب البيرو خلال هذه العملية. وعلقت الصحافة الإسبانية على هذه الواقعة حيث كتبت: فضيحة في مدريد، الشرطة الإسبانية تهاجم لاعبين من البيرو وسط تجمع للجماهير. ويواجه المنتخب البيرو المنتخب الوطني المغربي وديا اليوم الثلاثاء على أرض ملعب متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد بداية من الساعة 7:30 مساء. وحسب الصحافة البيروفية ونقلا عن البرنامج الإسباني الشهير تشيرينغيتو، فمباراة المنتخب المغربي ضد البيرو مهددة بالإلغاء بسبب تواجد اللاعبين البيروفيين التاليين في مخفر الشرطة للتحقيق، وهم بيدرو غاليس وغوجي كارافالو ويوشي ماريوتون وأليكس فاليرا. جدير بالذكر أن سبب المشكل أن الشرطة الإسبانية منعت لاعبي منتخب البيرو من تحية أنصارهم، بل وقامت بتعنيفهم لأنها ظنت أن بعض لاعبي البيرو هم جماهير. تلة تحديات تنتظر منتخب المغرب في مواجهة البيرو. يستعد منتخب المغرب لمواجهة نظره البيروفي يوم الثلاثاء في مباراة ودية ستدور في ملعب واندا متروبوليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني. ويتطلع منتخب أسود الأطلس إلى تحقيق فوز جديد يدعم من خلاله مكاسبه في مونديال قطر 2022، حيث أطاح منتخبات عالمية مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال ثم البرازيل في المباراة الودية يوم السبت الماضي بملعب ابن بطوطة بطنجة.
وتنتظر المنتخب المغربي الذي حل رابعا في المونديال ثلاث تحديات عندما يواجه نظيره البيروفية. أولا الفوز لتحسين الترتيب في تصنيف الفيفا، فيبدو أن وليد الكراكي مدرب منتخب المغرب يدرك جيدا أن الفوز على البيرو اليوم الثلاثاء سيحقق من ورائه العديد من المكاسب، لعل أبرزها الارتقاء في التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم. وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادر متطابقة أن الفوز في هذه المباراة لن تحصل من ورائه نقاط كثيرة، وخصوصا في حال فوز المنتخبة المصنفة الأفضل. أوضح مصدر مختص في القوانين أن منتخب المغرب مرشح للارتقاء أكثر وبإمكانه النزول تحت حاجز التاسع عالميا. في المقابل أكد مصدر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حسب موقع العربية الجديد أن المنتخب أسود الأطلس مرشح لاحتلال أحد المركزين التاسع أو الثامن عالميا، لكن ذلك يبقى مرتبطا بنتائج المنتخبات الأخرى على حد تعبيرها. التحدي الثاني هو الاطمئنان إلى جودة البدلاء، وتشكل مباراة منتخب المغرب ونظره البيروفية فرصة لتجريب العديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء البرازيل يوم السبت بملعب طنجة. ويتجه وليد الكراكي مدرب منتخب أسود الأطلس إلى الاعتماد على بعض الوافدين الجدد من أجل منحهم فرصة الظهور الأول مع زملائهم الأساسيين. وبالرغم من إلحاح الكراكي على ضرورة الفوز على البيرو للحفاظ على نسق الانتصارات، إلا أن مصدرا مقربا من حسب موقع العربية الجديد أكد أن مدرب منتخب أسود الأطلس يريد منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين قصد الاطمئنان إلى جودة دكة البدلاء. التحدي الثالث هو استمرار التألق لترويج ملف المونديال، وسيكون الاتحاد المغربي لكرة القدم أمام امتحان استغلال تألق المنتخب المغربي ونتائجه المبهرة على حساب منتخبات عالمية كبيرة من أجل الترويج لملف ترشح المملكة المغربية لاحتضان نهائية كأس العالم 2030 بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا. ويتطلع الاتحاد المغربي إلى استثمار صحوة منتخب أسود الأطلس في الفترة الحالية من أجل إقناع المصوتين على اختيار الملف الثلاثي المغربي الإيبيري. وكشف موقع العربية الجديد أن الملف المغربي الذي سيقدمه بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال قادر على جذب العديد من المنصرين في ظل بروز منتخب المغرب كأحد المنتخبات القوية القادرة على إمتاع الجمهور في مختلف بقاع العالم. ومن المنتظر أن تشكل مباراة منتخب المغرب ونظره منتخب البيرو فرصة سانحة للترويج للملف المونديالي، ولا سيما بعد الفوز التاريخي على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد. إليكم مشاهدينا أهم عناوين أخبار اليوم. لاعبان باريزان يغيبان عن مباراة المنتخب المغربي أمام البيرو. لاعب المنتخب البرازيلي يفاجئنا وليد الكراكي بهدية مميزة. مباراة المنتخب المغربي ضد البيرو مهددة بالإلغاء بسبب بعض اللاعبين البيروفيين.